طبعا. والناس اللي هو هدف يعتبر هدف جميل برشا فيكساسيون افيك انشينمون تير كادري وبوت، تصويب قلة وين شاهدوها في البطولة نتاعنا. هذا اللاعب اللي هو من مواليد 94 سنة أولى أوسط ما شاء الله، ينتمي للنجم الرياضي الساحلي. هيا
زي محمد لاعب ايضا في الصف الاحتياطي عدد من مباراه الخوية بعد ان توج ملعوبه مصلحه زياد صوب كره بعد لاحمد مرتضى لكن تجد هو من ايضا حضر في هذه الكره. لاحظ مع التمركز الجميل كان من هند نعيم في هذا اللقاء خاصه انها بعد ان استمتع بينهم صالح بدر وهلال محمد هشام كامل ومصر كرة ملعوبة للوراء أحمد مرتضى تذهب لأحمد مرتضى ولاحظ معي الكرة تذهب في الشباك وهدف على ما يبدو لي للمنتخب التونسي. نعم
لوسط الملعب. احمد بن انيس يلعب كره في الجبهه الليبي. المنتخب التونسي حاضر الان في منطقه جزاء المنتخب البرازيلي، والكره فيها خطا خطير جدا للمنتخب التونسي. حلوه ملعوبه هناك في الاردن. ذلك يتاهل الاول من كل مجموعه وافضل فريق ثاني. مسحات قادمه بجانب المنتخب العنابي، كره الان ملعوبه لقب كاس اسيا للشباب. كره الحالية زيدي، كل اسماء الموجوده بجانب المنتخب العنابي نامل يعني يقدم لنا صوره جميله جدا بجانب المنتخب العنابي. هنا الكره خروج على اقل تقدير بالتعادل في هذه المباراه. احمد مرتضى قدم اليسرى عند التنفيذ. احمد مرتضى يلعب الكره بشكل ممتاز، لكن حارس المرمى في لا جاي ينقذ هذه الكره لتتحول الى ركله زاويه. وابعد هذه الكره الخطيره من احمد مرتضى، لعبها بشكل ممتاز احمد مرتضى، لكن حارس المرمى حاضر. هذا الحارس احمد مرتضى في أكثر من كرة يتواجد من خلالها المنتخب التونسي. الكرة الممتازة وهدف ثاني، هدف ثاني بحث عنه كثيرا المنتخب التونسي. المنتخب التونسي إذا يأتي بالهدف الثاني عن طريق الهدف الثاني للمنتخب التونسي. هدف ثاني لأحمد مرتضى يأتي بهدف التقدم بعد العودة لهذه المباراة بعد الاستحواذ والسيطرة. والسيطرة تأتي بالثمار. إذا هدف ثاني في هذا اللقاء للمنتخب التونسي عن طريق ادريس المحيرسي. من جديد اللاعب مرتضى بن والناس هجمات، يعني مرتضى بن والناس يتوغل، مرتضى بن والناس يعمل مراوغه اولى، يحاول يدخل المنطقه الجزاء، يتوغل الهدف. الهدف الاول للمنتخب التونسي كما بن والناس يراوغ يقدم وتوزيع. بطبيعه الحال مرتضى بن والناس، مرتضى بن والناس او مرتضى بن حسن ثبت